هند حلو. اهلا وسهلا حلو. السلام عليكم دكتوره عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته استاذه هند ازي حضرتك دكتوره اهلا وسهلا ومرحبا يا فند أنا بحترم حضرتك جدا وبحترم آرائك متابعة برنامجك على طول. أكرمك الله أكرمك الله يا أختي الفاضلة، اتفضلي حبيبتي بالسؤال. أه دكتورة هو أنا أنا ملتزمة الحمد لله ومنتقبة وعلى قدر من الدين. مم. بس أه بحس دايما في وسوسه من الشيطان دايما بيوسوسني ان انا اعلى نقاب او ان انا ما اكونش ملتزمه على القدر الكافي مع انا بصلي وبصوم الحمد لله فمش عارفه اعمل ايه وده سببه ايه؟ بس مع الوسواس المسوا... ان انا على قدر على كافي من الجمال يعني امم فمش عارفه ال الوسوسه دي يا هند خاصه بمساله النقاب ولا خاصه بمساله ب يعني في امور الصلاه مثلا بمسألة لا بمساله النقاب بس يا دكتوره حاضر وفي حاجه ثانيه في سؤال ثاني لا بشكر حضرتك جدا انا اللي شاكره ليكي هند انا اللي شاكره يبقى احنا كده اظهرنا حاضري هند اجاوبك لكن احنا اتكلمنا كده عن مساله انه ثبت انه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي حافيا ويصلي منتعلا كما ورد ذلك عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه النبي عليه الصلاه والسلام شافوه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كان يصلي على هذه الحال مش بنقول بقى انه الناس دلوقتي تدخل المساجد على الهيئه اللي عليها احنا دلوقتي في المساجد في بلدنا الناس تدخل بالاحذيه لكن لو ان انسانا خارج المسجد لانه المساجد دي مفروشه بسط فاحنا عايزين نحافظ على نظافتها وعايزين نبقيها على طهارتها وانه تبقى صحيه للناس اللي بتلاصق وجوهها لهذه البسط والسجاجيد والفرش المفروشه. لكن احنا بنتكلم على القاعده الخاصه ان انا لو في اي مكان وعايزه اصلي وانا لابس الحذاء بتاعي مفيش اي مشكله والنبي صلى كده وصلى كده صلى الله عليه وسلم وطالما ان الحذاء ليس فيه شيء. فانا حتى ولو انا داخل بيتي عايز اصلي في حذائي برضو لا ما فيش اي مشكله لو بزور حد ومش عايزه اقلع الحذاء بتاعي وعايزه اصلي فيه طالما نظيفا ظهره نظيف ليس لم يعلق به شيء يبقى ما فيش أي من النجاسات مش أي شيء لو التراب العادي ما فيش مشكلة التراب اللي لم يعلق به نجاسة لكن احنا بنتكلم شيء أصابه نجاسات كده هو ده اللي احنا الإنسان لابد إنه يحترز منه لكن المساجد الموجودة في بلادنا نخلع نعال وندخل عشان نحافظ على البسط اللي مفروش لكن في المسجد الحرام كان سؤال السائلة وتتم للأمر ذكرنا باقي الـ 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 الأمر سلام عليكم يا أم فرحة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مدنى. يا عم ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. والله يا مدام نادية انا بابايا لسه متوفي مم. يعني من فتره صغيره و... وانا كنت عايزه يعني اطلع صدقه ليه بس هو هو جالس في الحلم ان هو يعني ايه زي في مستشفى 57 او كده فهو ده يعني دلاله ان انا اصلح في المكان ده لا مش لازم. مش لازم لا مش لازم هو استئناس احنا الرؤيه بناخد منها اشاره بناخد أوه. منها اشاره لكن لها لا يبنى عليها حكم شرعي يعني ماخدش منها انه لازم في المكان الفلاني لكن هو استئناس حضرتك تستأنسي بالرؤيه بانه هو محتاج للصدق هي جاتلك في صورة الإعلان لأن هي اللي واحدة أكبر الإعلانات وشيء معروف في المستشفى فجاتلك بالإشارة إلى هذه المشفى المكان ده بما إنه معروف وإن الناس كلها بتتبرع فيه وكده لكن أنا ما باخدش من الرؤية حكم شرعي إنما بستأنس بيه بمعنى إن أنا إنه الوالد في احتياج لهذه الصدقة فجاتلك في الرؤية برمز إشارة إلى مكان معروف إن الناس كلها بتؤدي فيه حبيتي تخص جزء منها فيه والباقي في أجزاء في أه نواحي أخرى زي ما حضرتك عايز وتوهبي هذا الثواب لأبيك وقلنا قبل كده لحضراتكم أنه الإنسان لما بيصنع عبادة العبادة دي هو يمتلك ثوابها بإذن الله سبحانه وتعالى فإما أنا يعني بنتفع بيها أو إما أنا بأوهب هذا الثواب لمن أحب لأبي لأمي لأحد من أقاربي لأحد من أساتذتي لأحد من أصحاب الفضل علي لجار أو لإنسان أراه كان يعني قليل العمل الصالح في الدنيا فاردت ان انا ابر او ان انا اهدي اليه ثواب هذا العمل الصالح سواء بالصدقه او بقراءه القران فيها اسئله كتير رغم ان احنا جبنا ادله وناقشنا حلقات لكن يبدو انها ان شاء الله تنزل على الصفحه الرسميه الحلقه اللي كنا عاملينها عن هذا الامر وان شاء الله عما قريب نرجع ناكد على المعلومه مره ثانيه من اراد ان يقرا القران ويوهب الثواب اللي قراه ده الى روح فلان او الى مجموعه من اقاربه ان شاء الله تجزئه ذلك وينتفع هؤلاء الموتى بثواب القراءه وكذلك ينتفع القارئ نفسه فأنا عايزة أطلع الصدقات دي في أي مكان أخص المستشفى بجزء والباقي الأماكن الأخرى بأجزاء أخرى في أماكن أخرى كمان الناس ما تعرفش عنها حاجة وبتلبي احتياجات ناس برضو يعني مع المريض إن أنا بدي جزء كده وأعطي في أماكن أخرى كذلك وعندنا أماكن وجهات كثيرة للتبرع ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعطي لجميع المنفقين خلفاً إن شاء الله واذا حبيت اقرا القران، اذا حبيت اعتمر اكون اعتمرت عن نفسي، اذا حبيت ان انا اؤدي صيام ان انا حبيت ان انا ادعو له بما اشاء كل كل اعمال الخير ينتفع بها المتوفى وان شاء الله ربنا يتقبل من حضرتك استاذه هند اللي بتسال في مساله النقاب وبتقول انها على قدر من الدين وعندها وسواس وانها يعني عايزه تخلع النقاب ما فيش اي مشكله احنا قلنا لحضراتكم قبل كده انه ذهب فريق قليل جدا من اهل العلم بس ده من باب تحرير المعلومه وان كنت انا اخالف ذلك الراي لكن لا ينفي ان انا اعرض ذلك الراي انه ذهب بعض اهل العلم قال لك لا ده النقاب هو اللي فرض هم قله قليل والدليل مع غيرهم اقوى لكن اذا احنا بن او بن بنستر او بنوضح ما قيل في الفقه الاسلامي مش معناه ان احنا بنروج لهذه الاراء إنما هذا العقل المسلم أنتج كثيرا من الآراء اعتبار فيها الإيه؟ لفهمه للدليل قد نتفق معاه وقد نختلف معاه ما فيش رأي إنسان مؤلة أو إن إحنا مقدس أو ليه قداسة عندنا إنما هي دي حركة العلم هذا العقل أو هذا الفريق من أهل العلم رأى ذلك وأنا أخالفه قلبا وقالبا لكن أعرضه من باب الأمانة العلمية ومن باب تأريخ ما قد سطر في كتب الفقه واحنا مع التوضيح انه يا جماعه الراي مع جمهور اهل الفقه بل مع جماهير اهل الفقه والعلم بان النقاب ليس فريضه وعندنا ادله كثيره جدا واذا بتقولي انا على قدر من الجمال يعني العباس لما حتى يعني نظر الى المراه وايام النبي عليه الصلاه والسلام وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى المراه الجميله وبدات تنظر اليه الرواه بيقولوا انها كانت امراه وضيئه كانت جميله فالجمال لا يعني انه الوحده يعني تغطي وشها انما ان تلتزم بالضوابط الشرعيه قدر المستطاع والهيئه الحسنه الموقره مطلوبه غير الهيئه اللي فيها ابتدال انما انت عشان امراه جميله عايزه تستوري وجهك فانا لا ارى ذلك ارى ان تلتزمي بالزي الشرعي وتلتزمي بالاعتدال في الزينه المباح لنا ان احنا يعني نتزين بها حتى والانسان في الامر ده لابد فيه إنه النظر إلى نية الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسدة من المصلح وإرادة الإنسان الخفية التي لا يمكن أن يطلع عليها إنسان آخر من المطلع عليها؟ الله سبحانه وتعالى فإذا أنا خرج من بيتي عشان أغري بفلان ولا إن أنا أنظر بنظرة معينة أو إن أنا ألين الكلام لسين أو لصاد أو إن أنا أظهر في مشية أو في حركة معينة تستجلب الانظار من الذي يعلم حقيقه ما في قلب كل انسان؟ الله سبحانه وتعالى. اذا يجب علي تحرير القلب من ذلك والالتزام وضبط الانسان بادب الظاهر الذي يعني احنا رب العالمين سبحانه وتعالى افترض علينا وجوب القيام والالتزام به، فلك ان تخلعي النقاب ولا شيء عليك اختنا الفاضله. سلام